لانه القاهره هنا في جزء كبير جدا من غرفه عمليات اداره ازمه القدس في القاهره. وزي ما بقول لحضراتكم العالم بيراهن على انه احنا نفسنا قصير، وانه احنا برضو العواطف بتشتعل ثم تنطفئ سريعا، يعني اللي هو ايه اول ما القرار اتعمل يوم الاربعاء اللي فات بتاع ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمه لاسرائيل ونقل العاصمه عاصمه واشنطن للقدس، الناس انفعلت، وبعدين يوم ورا يوم الامور بتهدى شويه بشويه. هم بيراهنوا على ده. مفيش مشكله، احنا مش هنلعب برضو بلغه العواطف، لانه ما يحدث في القاهره الان هو محاوله تجميع راي عام دولي على انه لابد من عدم الاقتراب من الوضع القانوني للقدس. دي مدينه لها وضع قانوني، في قرارات طالعه من الامم المتحده، في موقف من العالم الاتحاد الاوروبي رد على نتنياهو، لان انتوا عارفين نتنياهو والخارجيه الاسرائيليه بداوا يكلموا عدد من دول العالم عشان يسلكوا مسلك ترامب، يخطوا على خطواته. فالاتحاد الاوروبي مثلا رد وقال له انه احنا يعني بنحترم بشكل كامل انه الاجماع الدولي على ان القدس لها وضعيه خاصه، ليست عاصمه لاسرائيل. طيب الحقيقه الجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه المرة اللي فاتت في مسألة مبادرة رفع درجة الوعي بالقضية، ولما انت يبقى عندك الوعي بالقضية، القضية مش هتهبط ومش هتموت. انت عظيم اللي حصل في الجامعات المصرية مثلا النهاردة في وامبارح في مظاهرات وفي اعلان للغضب، حتى في ما يحدث في فلسطين، في كل فلسطين من مواجهات واضحة جدا ضد هذا العدو لإعلامه أن ما يفعله ليس صحيحا ولن يمر، ده كويس جدا. الدول العربية واخدة مواقف واضحة، مصر واخدة من اللحظة الأولى موقف واضح جدا، لكن أنا زي ما كنت بقول كل واحد يشتغل في الحتة اللي هو يحفظ. احنا الخطوة الأولى لتفعيل المبادرة رفع الوعي بقضية القدس وفلسطين، أنا هقول لحضراتكم على يعني أول خطوة احنا من خلال 90 دقيقة ومؤسسة الدستور بنعلن عن مسابقة لطلبة المدارس، طلبة مدارس ثانوي واعدادي وابتدائي في كل مصر، يعني كل المدارس على كل المحافظات بنعلن عن مسابقة. تفاصيلها ان شاء الله هتبقى منشورة بكرة في الدستور وهعلنها لحضراتكم بكرة، لكن مبدئيا المسابقة دي بتقوم على انه هنطلب من طلبة المدارس في ابتدائي واعدادي وثانوي ثلاث مستويات يكتبوا مقالات عن القضية عن القدس، وهيبقى في ثلاث فائزين ان شاء الله من كل مستوى، ثلاثة من طلبة الابتدائي وثلاثة من طلبة الاعدادي وثلاثة من طلبة الثانوي. هننشر مقالاتهم ان شاء الله في الدستور وهنستضيفهم هنا في 90 دقيقة نتكلم معاهم الثلاثة دول. بكرة ان شاء الله اقول لحضراتكم التفاصيل اكتر، الايميل اللي هتتبعت عليه المقالات في حدود كام كلمة، آخر معاد إمتى إن شاء الله. لكن مبدئيا قلت أنه نقول بس الفكرة لتفعيل هذه المبادرة، يمكن نحفز الولاد أن هم يقروا عن هذه القضية، هنبقى في يعني جوائز مناسبة للطلبة. وهذه المسابقة إن شاء الله هي برعاية 90 دقيقة و الدستور، أملا في أنه نحرك يمكن شوية، يمكن ده دور إحنا نقدر نعمله. خليني